السلام عليكم ورحمة الله. عدنا مرة ثانية. أول شيء هذا الكهرباء، السويتش الكهرباء اللي هو هذا الكهرباء يعني من تحت من الدي في أو من الطابق الأرضي المكيف الأرضي هذا. طبعا يصير هنا، وهذا السويتش اللي يتحكم من هنا يصير حق المكيف، هذا الواير يصير حق المكيف، هذا المكيف يعني هاي من الارض، هذا من الارض من الدي في، هذا من الدي في يصير في السويتش طبعا ويطلع حق المكيف هذا نتحكم فيه من هنا، اون اوف نسكره ونغلقه مثل ما تعرفون. هذا حين الواير اللي جاي من السويتش يصير هنا يغذي هالمكيف، هذا ثلاث الوايرات ثلاثة، هاي ثلاثة، هذه واحد اثنين وهذه الأرض ثلاثة. طبعا هذه الثلاثة، هذه الثلاثة يطلع كهرباء منهن ويصير حق المكيف الداخلي اللي هو هذا المكيف اللي داخل عندنا، وين في المطبخ في الصالة في أي مكان. طبعا من هنا هذا يغذي، هذا المكيف يغذي وتروح الكهرباء لين تحت. يعني واحد ما يفكر ان اول الكهرباء تي من هناك من تحت وبعدين تي فوق، لا اول تي فوق هنا عند السويتش الكهرباء وبعدين من هنا من هذا يوزع لين المكيف الداخلي. طبعا انا بعطيكم معلومه يمكن ما تحصلون في اليوتيوب غير هاي المعلومة. طبعا واحد كهرباء ازرق، سواء ازرق او احمر او اصفر، هذا كهرباء، هذا ازرق حين وهذا بني اللي هو السالب، وهذا الاخضر واصفر لونين فيه، هذا هو الارضي. طبعا هذا بلا شك كل واحد يعرفه، بس اللي انا ابغى اقولكم انا فتحت هذا الوايرات هاي ثلاثة أساس إن أبى أعرف الخلل وين، المكيف التحتي ولا المكيف اللي فوق. طبعا بعد ما فكيتهم تحت، أنا فكيتهم بعد ما فكيتهم من هنا، تأكد لي إن المكيف الداخلي سليم 100%. فكيت هذا، تأكدت من هذا الكوندسر 100%. الحين فكيت الوايرات الثلاثة اللي رايحين حق الكمبرسر اللي هو هذا، في ثلاث وايرات، هذا الواحد الأزرق فكينا، وهذا الأصفر فكينا أيضا، وهذا الأسود فكيته. يعني الحين هذا الكمبرسر اتحرر. الحين أنا بسير تحت بتأكد، بفتح الكهرباء وبشوف يطيش ولا ما يطيش. في هالحالة لو طاش الفيوز معناته الخلل في هذيل الفيوزات اللي في اللوحة. هذا عدد ما شاء الله عدد فيوزات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بنشوف.